الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق. دكتور محمد. الو، ايوه فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، بناء على الحكم اللي صدر النهارده من القضاء الاداري وكمان حجز قانون المتعلق بمزدوج الجنسيه يوم السبت ومطاعن دستوريه اخرى اشار اليها الدكتور نور فرحات قبل قليل، هل بتكفي مده الشهر دي لاعاده صياغه قانون الانتخابات ولا احنا كده بنتكلم عن تاجيل الانتخابات لاجل اطول؟ لا، هو في الغالب هيبقى التاجيل مؤكد، هيستغرق وقت ولاجل اطول، لانه مجرد اعداد المادة البديلة في قانون الدوائر الانتخابية وصياغته والخلاص من العوار الدستوري الذي كان في النص القديم وعرض الأمر على مجلس الوزراء ثم على مجلس الدولة اسم التشريع ثم يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، هذا يستغرق وقتا أكثر يعني من الشهر الذي دعا إلى تنفيذه الرئيس السيسي. الأمر الثاني الذي يجب أن أقوله أننا ننبه من الآن كما فعل يعني ولو بطريقة ضمنية الدكتور فرحات، هناك عيوب أخرى للدستورية في وجود الأحزاب السياسية، لأنه موجود سياسي الأحزاب السياسية اللي عددها تجاوز المائة، موجود عدد من الأحزاب الدينية المحظورة حظرا تاما بنص الدستور وهي تنشط في عمل قوائم والاشتغال بالانتخابات القادمه دون اعتداد بحظرها. الامر الثاني، بس مفيش احكام قضائيه باته بحظرها يا فندم، يعني لو حضرتك بتشير لحزب النور القضيه لسه لم يفصل فيها. الدستور لوحده كافي لاعتبارها محظوره وغير موجوده من الناحيه الدستوريه. الامر الثاني برضو ان الاحزاب السياسيه طبقا للمبادئ السياسيه لعلم السياسه وطبقا للدساتير والمبادئ العامه لها، الحزب هو عبارة عن تجمع عدد كبير من الناخبين على برنامج يؤمنون به ويدعون إليه للوصول إلى الحكم. عدد كبير من الأحزاب الموجودة حاليا ليس لها قاعدة شعبية ذات قيمة ولا تعتبر دستوريا ولا سياسيا أحزاب سياسية حقيقية، وبالتالي لابد من أن ينص في قانون الأحزاب السياسية على ضرورة أن يكون الحزب الذي يعترف بوجوده لديه حد أدنى من الأعضاء. طب يعني أنا بفهم من كلام حضرتك دكتور حامد أنك بتدعو إلى وقفة كده يعني تشريعية نراجع فيها القوانين الخاصة بالانتخابات وبالحياة السياسية كلها؟ هذا ضروري وحتمي لعدم العودة مرة أخرى إلى يعني بطلان نصوص محددة و الطعن مرة أخرى. لكن الذي يترتب على ده إن إحنا كده بنقول إن إحنا ممكن نقعد فترة أطول من غير برلمان والانتخابات ممكن تتأجل فترة أطول، يعني القوانين والتشريعات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ممكن تستغرق شهور ويمكن سنة مثلا. هذه هي الضرورة، والمسؤول عن ذلك هو التعاون في مراجعة التشريعات المختلفة ومراجعة المسرح السياسي بأكماله بحيث يكون له شرعية دستورية وسياسية مقبولة. ليس في العالم كله دولة فيها 102 حزب مثل مصر الآن وعدد كبير من أحزاب دينية حوالي 25 حزب. 25 حزب ديني موجودين في مصر دلوقتي يا دكتور؟ طبعا، ومغطية نفسها ببرامج شكلية، إنما هي أحزاب دينية هي وجماعات دينية أخرى. هذا الكلام لابد من معالجته، والتأخر في معالجته يضر الديمقراطية والعملية الانتخابية كما يحدث الآن. طب حضرتك أرجوك أن تبقى معايا دكتور حامد الجمل، وعايزة أشرك معايا رأي سياسي إذا كان ده الرأي القانوني زي ما حضرتك رأيته. معايا على الجانب الآخر الدكتور فريد زهران القيادي بالحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري الاجتماعي الديمقراطي. دكتور أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. دكتور فريد، حضرتك سمعت الكلام اللي قاله الدكتور محمد حامد الجمل، هو بيطلق دعوة لوقفة كده تشريعية تراجع من خلالها قوانين الانتخابات على مهل وقوانين الأحزاب، وتراجع الأحزاب الموجودة إذا كان ليها قواعد ولا لأ، وإذا كانت مخالفة للدستور ولا لأ، حتى لو ترتب على ده أننا يعني نودع الانتخابات كده لغاية ما يحصل هذا الكلام. رأي حضرتك في هذا الكلام سياسيا؟ والله أنا عايز أبتدي بس الأول بمعلومة محددة، أنه غير صحيح انه عدد الاحزاب في مصر كبير بالنسبه لبلد بحجم مصر سكانيا وسياسيا وجيوبوليتيكيا بشكل عام يعني. وعايز اقول للدكتور انه يعني البلاد المتقدمه والديمقراطيه
فيها اضعاف اضعاف هذا الرقم من الاحزاب. بنتكلم احنا يعني الغير متخصصين في السياسه بيعرفوا عن احزاب قليله الاحزاب الرئيسيه. الولايات المتحده الامريكيه مثلا فيها مئات من الاحزاب، ربما لا يعرف معظم الناس هو الحزبين الكبار، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لكن ليس معنى هذا ان هم دول بس اللي موجودين، لان في مئات الاحزاب موجوده على الساحه السياسيه في امريكا ولا حق التواجد السياسي بصرف النظر عن مصفط على قد ايه في الانتخابات البرلمانيه او ما شابه. ما فيش اي شرط بيتحط من هذا النوع في اي بلد ديمقراطي في العالم لسبب بسيط، انه لا يفترض ان الحزب اصلا يكون لونه وفر برلمان بمعنى ان يكون قوي لكي يكون موجود، هو بيشترط يكون موجود لكي يكون هناك احتمال لكي يكون قوي. يعني طب الدكتور حمد اتكلم حتى عن بعض الحاجات اللي ليها علاقه بمخالفه الدستور، يعني الجزء السياسي. موضوع ثاني، يعني بس عايز اتكلم الاول في فكره انه عدد الاحزاب في مصر كبير وان لازم الحزب يكون ليه قاعده كبيره. ما يتردد حوالين انه كبير ده غير صحيح، العدد قليل بالنسبه لاي بلد ديمقراطي في العالم، وعدد الاحزاب لا يدل بالضروره على، يعني كون الاحزاب يبقى عددها كتير ده ليس معناه ان كل الاحزاب دي رئيسيه او 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 يعني فاعله في المشهد السياسي. لكن حق الجميع من يعني في اي بلد ديمقراطي الحزب بيتشكل بالضبط. جميل، ارجع تاني للدعوه اللي اطلقها الدكتور حامد الجمل وهي فكره تاجيل الانتخابات لحين فحص كل خليني اقول لك بقى الفكره الثانيه انه عدم دستوريه بعض الاحزاب مثلا على اساس ديني او ما شابه، في مسألة تفصل فيها المحاكم، بمعنى انه اللي شايف مثلا ان حزب النور ده حزب ديني عليه ان يلجأ للمحاكم على حزب النور ان هو ينفي. يعني انا فاكر ان كان في بعض البلاد الاوروبيه كان في قضيه اترفعت من بعض الناس ضد الاحزاب الديمقراطيه المسيحيه بتتهمها انها احزاب تمييزيه، فالاحزاب دي يعني دخلت في قضايا، يعني هي هو ده اللي احنا سياق نعالج بيه الامر. طب هل توافق على تأجيل الانتخابات لحين مراجعة قانون الانتخابات والقوانين المختلفة؟ مسألة ان حزب ديمقراطي مسيحي يبقى بالضرورة له مرجعية دينية بمعنى تمييزي ولا لا، دي مسألة فصلت فيها المحكمة في ألمانيا وفي عدة بلدان أخرى. فأنا عايز أقول ان ما يسري على أي بلد ديمقراطي هو نفس الفكرة، ان احنا نلجأ للقضاء ونشوف ايه المقصود بالمرجعية الإسلامية عند هذه الأحزاب. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، أنا رأيي أن الدولة غير راغبة في إجراء الانتخابات، وشواهدي مش رأيي تقديري، يعني أرجو أن أكون مخطئ، لأن الانتخابات أجلت 3 مرات بوعود من الرئيس شخصيا، يعني الرئيس وعد 3 مرات بمواعيد ثم كانت ترجع الانتخابات، وبعدين لما أعلن عن جدول زمني لإجراء الانتخابات فوجئنا جميعا أن جدول زمني بيعلن بدون فتح باب الترشح، وكل القوى الاحزاب السياسيه والخبراء القانونيين واساتذتنا والدكتور الجمل وغيره من الاساتذه اكدوا بعوار بان هناك عوار دستوري في القوانين الثلاثه، سواء قانون مباشر الحكومه السياسيه او قانون مجلس النواب او قانون تقسيم الدوائر، ومع ذلك الدوله اصرت على اصدار هذه القوانين، واعتقد انا اسف يعني ان اقول وهي تعلم ذلك، فانتهى بنا الامر الى مره اخرى ارجاء الانتخابات. انا متصور انه لو هناك نيه او اراده لدى الدولة أو لدى السلطة لإجراء الانتخابات في موعد مناسب أو في موعد قريب مع يعني كفالة كل الضمانات القانونية والدستورية لإصدار قوانين ليس بها عوار دستوري وتوفير المناخ الديمقراطي المناسب وكذا، مفيش مشكلة. المشكلة هي مدى توفر الإرادة السياسية. يعني المسألة مش الوقت ولكن الإرادة في تقديرك. أنا بشكرك الدكتور فريد زهران القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكمان الشكر موصول للدكتور محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبوع.